بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانية، صحتكم لاباس، أمركم على خير وبخير. وكنتمنى أخوتي هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف. وشكرا لكم أخوتي بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينة والكلمات ديالكم الرائعة ولا البارطاج للفيديو. شكرا لكم أخوتي بزاف بزاف، الله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. وديما أخوتي ما تنساوناش من لايك ديالكم، الله يسهل عليكم فضلا منكم وليس أمرا باش يطلع الفيديو إن شاء الله بإذن الله ويتشاف. ما تنساوناش من لايك، ما تفرجوا الفيديو دير واحد اللايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، جير الجرس، يعني الجرس راه واحد البوطونه حمراء كاينه تحت الفيديو، راني ديما كنقولها لكم الناس اللي ما عارفينش الجرس، واحد البوطونه حمراء كاينه تحت الفيديو بركوا عليها وهو يطلع لكم على شكل جرس، بركوا عليه وفعلوا الجرس اللي عنده الوديدات فضلا منكم وليس امرا اخوتي. وديروا واحد التعليق، خليونا واحد اللايك، الله يسهل عليكم والله يفتح عليكم، والبارطاج للفيديو باش تكبر العائله ديالنا باذن الله. السامع العليم لا كانت في المكتب ان شاء الله باذن الله، فضلا منكم اخوتي وليس امرا، ديما كنقولها لكم. هذا النهار ان شاء الله باذن الله من سلسله من رمضان ان شاء الله باذن الله، هم الافطار اللي عنوجد ان شاء الله لوليداتي، غنشاركوا معكم ان شاء الله باذن الله، اللي هو بسيط وصراحه كيجي زوين وشكل نوع هكايا شويه الشكيلات ان شاء الله باذن الله. اللي غنصاوب مليويات ملاوي هكا خاوين، ومليويات معمرين في الفران اللي كيجيو رائعين، كيجيو فنين ومقرملين بواحد التقرميشه بواحد الحشوه بسيطه واقتصاديه وفي متناول الجميع، وغزاله الصراحه. هاد الله كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، راهم كيجيو خطيرين اخوتي في المذاق، لا الخاوين ولا العامرين، يعني حشوه بسيطه بالطحين فقط، كيجيو ملاوي مورقين ومقرملين اللي في الفران، كيجيو مورقين ومقرمشين وغزالين بواحد التوريقه وواحد المذاق ما نعاود لكمش عليه. المهم نخليكم ان شاء الله باذن الله تكتشفوا المقادير راسكم وبيديكم، وخليكم على فيديو ان شاء الله باذن الله. وما تنساوناش اخوتي من اللايك، الله يسهل عليكم. ندوزو هنايا ان شاء الله باذن الله المكونات اللي بسيطه. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال السنيده، والملحه كتبقى على حسب الذوق، والدقيق كما قلت لكم دائما كالعاده الفرص الرطب والحرش، وسميتو الفينو. الفينو الصراحه درتيه واحد نص زلافه ديال الفينو وسميتو، وزلافه ونص ديال الفرص الرطب، وزلافه ونص ديال الفرص الحرش، يعني بالمجموع هنايا راه كاين واحد الكيلو ونص ديال الطحين بكل شيء. انا كنخلط بالطحين والحرش والرطب، كنخلطهم مع بعضياتهم، كندير معاهم الفينو، كتجي عجينه رائعه. الفينو ما نكثروش بزاف، هي شويه على حسب حرش، وعنعجن العجينه ديالي الملوي خاوي والملوي معمر، ملاوي مسمنات اولا كل واحد شنو كيقول لهم. عندي المسمنات يعني خاويين وواحدين في الفران، كيشوف صراحه رائعين بالعجينه وحده، وكنخرجوا منا جوج ديال الشكيلات صراحه الله، ونقدموها للفطور لوليداتنا بالصحه والسلامه. مع الوليدات صراحه راه كيبغيو يولي نوع لهم هكا الطبيله، وكيبغيو داكشي منوع، والحمد لله مع عجينه وحده نخرجوا بزاف ديال الاشكال، واللي هي بسيطه واقتصاديه. وكنتمنى اخوتي في شهر رمضان الكريم المبارك نمشيو مع لا فيديوهات هكايا اللي بساط ويكونوا اقتصادي ان شاء الله باذن الله، اللي غنشاركهم معكم في متناول الجميع. هنايا العجينه ديالي عجنتها شويه بالمدافي كما قلت لكم، هي الملحه والطحين، وعجنتها بالمدافي صافي واحد شويه حيت على حسب الحال بارد، ودلكتها واحد الخمسة ديال الدقائق راكم كما عارفين، وغنخليها الصراحه تاخذ الوقت الكافي، يعني عجنتها بكري وغنخليها تاخذ باش ما دلكتهاش انا بزاف، غنديرها في ميكا دابا دهنتها بزويته ونديرها في ميكا ونخليها تاخذ الوقت الكافي، وغنمشي ان شاء الله نوجد الحشوه ديال المليويات اللي غندخلو في الفران، وغنخليها ترتاح هادشي باش اخوتي ما خدمتها الصراحه لا عناء لا حتى شي حاجه، فقط رونتها وخدمتها واحد شويه صافي، وغنخليها هكا ترتاح. درتها في الميكا، غطيتها بالنيدل على الطبيله تماك وخليتها، حيت صراحه راني دخلت بكري شويه للكوزينه، واخا هكاك اخوتي راه كدوز العشيه كطير. هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله باذن الله غندوزو للحشوه. انا درت شويه د الماء يطيب في داك الكاسرونه، درت فيه الفيغميسيل ديال الرز، يعني الشعريه ديال الرز هي اللي عندي الصراحه، يعني صحيه هذيك وزوينه. وعندي هنايا واحد البصيله، داك البصيله الخضريه اخوتي او البرو كل واحد شنو كيقول لها، يعني هي اللي قطعت، هي اللي عندي في هاد الحشوه، كتجي بنينه الصراحه في الحشوه، كتجي معلكه. يلا درت تما كاينه بصيله، واحد ثلاثه ديال الحبات ديال البصله داك الخضريه اللي كتكون بالقشور ديالها، قرطتها بورقه بكل شيء، انا غنقربكم تشوفوا. حكيت فيها واحد سنين في ديال الثومه وصافي، درت شويه المعدنوس خليته حتى عند نديرو. دابا هنايا حكيت جوج خزويات كبارين، يعني ما عنديش العماره بزايد، يعني هي شويه، حكيت واحد جوج حبات الخيزو كبارين، بشرتهم هكا على شكل طولي. هنايا عندي القزبر ومعدنوس وشويه الملحه، ودرت شويه الزيت بلديه الصراحه، وعاد نزيد شي شويه،
درتيها هكا واحد 3 المعالق فاش تشحر لي ديك البصيله، ومن بعد ما نزلت لي ديك البصيله الخضريه مع داك السنين في ديال الثومه ومليحه، عدت عليها خيزو وعدت عليها القزبر ومعدنوس. دابا كندير التوابل. التوابل عندي هنا يا خوتي الخرقوم والبزار والسكنجبير. كندير نص معلقه الخرقوم، نص معلقه السكنجبير، ونص معلقه ديال البزار ومليحه وزويته بلديه. هادشي اللي كاين في هاد الحشوه، سنين في ديال الثومه والقزبر ومعدنوس والاجبان والفرومال. الصراحه كنزيدو لها من التالي وعنديرها بالطون. انا لكم الاختيار، بغيتو ديروها الكفته ديروها الكفته، انا الصراحه عندي الكفته ما درتلاش كفته، نديرها بالطون دابا وكننوع في الحشوه ديالنا كي بغينا الصراحه الله. ولا بغيتو لعندكم اخوتي الكورجيت، ديروا تا الكورجيت القرعه، انا ما عندي الصراحه دابا موجوده واكتفيت بهذا القدر. غنخلي شويه الزيتون حتى التالي هما الفيغميسير، شديتها هكا بالمقص وقطعتها هكا شي شويه، ودابا غنديرها مع ديك الخزم بعد ما نزل. خليته واحد شويه كنحرك هكايا مع زويته بلديه، طالعه منها واحد الريحه ما نعاودلكمش عليها اخوتي، وجات بنينه بنينه. ضروري نشحروا داك الفيغميسير باش يدخل فيها داك الخضره وديك الزويته بلديه وديك السنين في الثومه اللي درنا لها، ضروري خاصها تشحر مزيان. وانا كنقلب البوطه على عافيه مهيله، ضفت عليها داك شويه ديال الزيتون مقطع، وغنخليه دابا الفريميجات والطن يعني هو التالي. الصراحه هذا هي كنديروه مباشره، شويه كنحرك وكنطفي ما كنخليش بزاف، يعني راه تبارك الله كلشي طاب مهما تقلات الفيغميسيل، طاب خيزو، طاب البصيله، تويمه، صافي هادشي هذا كنبقاو هي كنخلطو في التالي، يعني دخلنا في الحشوه وصافي وكنطفيو. ضفت ديك الطاسه ديال الطن بالزيت ديالها بكلشي خوتي باش كيطلق لنا البنه. درت داك كل الفريميجات يعني المربعين ديال الكيري، هادو كيعطيو واحد البنه الصراحه للحشوه، واحد التعليكه رائعه. وتماك فديك الطويصه عندي الفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر محكوكين مع بعضياتهم، عندي درت منهم واحد 3 المعالق كبارين بحال هكاك. انا درت الصراحه عيني ميزاني سميتو، كنبقى نقلب صافي دابا شي شويه هكا، وكنطفي البوطه فقط كيذوب لي داك الجبن، وكنطفي البوطه وكنخلي الحشوه ديالي تبرد باش نمشيو نعمروا المليويات ديالنا. الصراحه اللي كيجيو غزالين وكيجيو رائعين اخوتي، كنتمنى نجربوه ان شاء الله باذن الله بهاد الحشوه هذه وبهاد الطريقه اللي عيجيوكم اقتصاديين وغزالين. وهاد النهار اخوتي البيصاره اللي تبارك الله البرد والشتاء، هاد النهار ديال البيصاره الصراحه الحريره ما بقاتليش، تسالت ليا ومازال ما درتهاش، تنديرها ان شاء الله ونشاركها معكم حتى الغدا ان شاء الله عاد نديرها. سميتو هنايا دوزت المليويات ديالي من بعد ما حطيت البيصاره الصراحه، درت الفول ودرت الباكاسي، درت لها زويته وتويمه ومليحه وخليتها تطيب على البوطه، هي راه ساهله واقتصاديه. اسماء الصراحه راه حطات شويه البطاطا تسلق حتى هي راسها بغات تصاوب، قالت لك داك الاصابع ديال الجبن موتزاريلا بالبطاطا، وراها هي كتصاوب ليها على الطبله في وسط الدار، وانا جيت لهاد الصويلن هذا. المهم الكوزينه حاليا دابا راه فيها البيصره كطيب، راه خاويه مازال ما دخلناش ليها. هادشي اللي كاين اخوتي هنايا، صوبت الملاوي هما الاولاه، يعني خرجت واحد 9 ديال الحبات، يعني الصراحه ما دايرش كميه كبيره حيت درت عجينه وحده كما قلت لكم، واحد 1.5 كيلو درت عجينه وحده وقسمتها على جوج، غنصوب منها المليويات اللي معمرين. هذه هي العكازه اخوتي ديالنا، حيت كنعجن عجينه وحده الصراحه كنخرج منها بزاف د الحوايج. هادشي اللي كاين، حيت الملاوي الكبارين هما الاولين درتهم في البلاطو الاخر، وهادو المليويات الصغيورين ها هما هادو على هاد الشكل هكا، هي صغيورين اخوتي راه ماشي كبارين كما كتشوفوا، راه مسكيوتين صافي. دابا كنقرصهم بحال شكل الملاوي تماما، يعني مربعين، ما كندير لهم الصراحه بزاف د الزيت باش ما تجيناش هي، كندهن يدي وكندهن الميكا ديال الطبله وصافي، كندهن الملاويه باش ما يعني ما يجيوش مصمطين لصقوا وحده على بعضياتهم باش يبقاو مفركين. وتالتالي كنخليهم يطلقوا راسهم على خاطرهم، وعاد كندوز نخبط عليهم هي واحد شويه نعمرهم بالحشوه، يعني الحشوه راه عندي واجده، يعني خليتها تبرد هي واحد شويه وصافي. كنستمر هكا كنطلق المليويات ديالي هاد الصغيورين هادو، وتا كنسالي الكميه كامله اللي عندي خوتي، تا كنسالي الكميه كامله عاد كنبدا نعمر باش ما تبقاش تجيني سهله، وكنلقى العجينه ارتاحت وطلقت، يعني كتجيني الصراحه ساهله في الخدمه وفي العمل. هادشي اللي كاين يعني بساطين وسهلين، والصراحه كيجيو بنان والله خوتي، الا كيجيو بنان ما تشبعوش منهم اقسم بالله، الا جاو بنانين ملي كتاكلوهم سخانين كيكونوا مقرملين، مع كنضيفو لهم شويه ديال الجبن من الفوق ملي كنخرجو معاوتاني من الفران، من الداخل راه فيهم الطن والحشوه بالجبن، كنزيدهم داك الفرماج ساندويش حتى هو هي واحد الطريف صراحه صغير ما كندير لهمش بزاف، يعني الفرماجه وحده كنقسمها على 4، كنديرها مثلثات على 4 حيت راكم كما شفتوا صغيورين وراهم فيهم الفرماج، يعني بزيت تبارك الله من الداخل. هذيك كناخذوه هيك باش كيعطيهم ديك البنه، كيذوب على داك الشعليه كيعطيهم ديك البنه وديك التعليكه من الداخل. صافي دابا كنجلس نخبط بحال هكا، كنطلقهم على هذا الشكل هذا، وكندير العماره بحال هذا الشكل،
وصافي كنجبد لهم الوديناس ديالهم من هنا ومن هنا كما كتشوفوا. سمحوا لي الصراحه الفيديو كيجي طويل وكنزربوا، وضروري كنجبد لهم داك القنيتات ديالهم عفوا باش كيجيو مربعين. هكا اخوتي كنستمر كنطلق الملويه وكنحاول نركز على الجناب باش ما يجيوناش غنيين لاضين، الوسط كنخليوه شويه غلط باش ما يتقبلناش الملويه ديالنا، وكنحاول نجبد لهم الكرينات ديالهم ونخبزهم مزيان مزيان ونعطيهم شكل امليويات مربع. صافي كنضيف داك الطريف ديال الجبن، كنحاول اخوتي نجبد الكرينات وصافي كنستمر بهذه الكيفيه هذه حتى كنسالي الملويات ديالي كاملين. دابا شديتهم صراحه الكميه اللي كانت باقا لي طلقتها كامله وعمرتها، قسمت عليها داك الحشوه اللي كانت باقا بس صراحه ما يجينيش شي عامر وشي خاوي. وصافي هادشي اللي كاين دابا كيجيني ساهل، اللي كنجبد لهم الوديناس ديالهم، ومي كان سالي كنجلس نفيني فيهم ندير لهم فينيسيو ونجبد لهم الوديناس ديالهم شي شويه باش يجيونا على شكل مربعات مليويات مربعين. وصافي اللي بغيتو ديروا لهم اخوتي يعني الزيتونه في الوسط، ديروا لهم زيتونه في الوسط كحله، انا ما درت لهمش يعني ندير لهم الجبن، اكتفيت هنا بهذا هكا يعني. هنايا درت واحد البيضه مع شويه ديال الحليب اخوتي وصافي عندهنهم هكايا من الفوق باش يعطيونا داك اللون ذهبي. صافي ديتهم دابا للفران صراحه وشعلت الفران وخليتهم من الفوق على عافيه مهيله، ودابا دوزت الملاوي الكبار باش نخبز الملاوي الكبار. وراخوتي هاد الوقت هذا مي كتقرب هاد الدكه دير هاد الخمسة ونص صراحه كنبقاو نسبقوا يعني سبق عليا سبق على كد المغرب، وكنتزاحموا في الكوزينه اخوتي كل واحد شنو كيدير. جويريه طحن العصير، اسماء راه خدامه خايضه مع داك الجبن ديالها مع داك الموتزاريلا ديالها كتصاوب فيها حتى هي، راه كانت حدايا هنايا على البونجا خدامه كتسدها سبطاطا تالي راه مشات لهيه. المهم راه حنا خايضين كنتسابقوا. وهادشي اللي كاين اخوتي المليويات ديالي هما هادو تبارك الله مي خرجتهم من الفران. شوفوا اللوين صراحه ما عطاهمش حقهم في التصوير حيت التليفون كان خوالي مصر، والمهم ضبانت هي التليفون ديال جويريه صراحه وما عطاهمش حقهم في التصوير. هادو المليويات تبارك الله اللي درت اني درتهم ماشي كبارين بزاف، راه كنطيبهم على الفرن وفي الارض، راه دوزت ليهم صراحه كنطيبهم حتى هما. وهادو من بعد ما درت لهم يعني الجبن شويه ديال الجبن الاحمر، شوف تبارك الله الملاوي الاخرين كي جاوا ما شاء الله جاوا روعه. وما زلت صورت لكم اخوتي والو حيت زربت ومشى الحال، المهم غنشوف نصور لكم المليويات هما في التقديم في الطبق النهائي ان شاء الله ديالهم. وهي هذه الطبيله المائدانيه ديالنا للافطار، البيصاره الصراحه راه وجدات، الاصابع ديال الجبن اللي دارت اسماء بالبطاطا الصراحه جو رائعين وبنان بنان بنان. دابا نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله، واخا راهم عندي في القناه. بيضات خلاص ما سلقتش بزاف صراحه حيت كيسمحوا لي فيهم الوليدات، سلقت ثلاثه. هيا تقسم لكم اسماء وحيده اللي جاوا مقرملين اخوتي وجاوا مورقين وعامرين بالحشوه من الداخل، وواحد البنه ما نعاود لكمش عليها، كنتمنى تجربوهم صراحه الله. جويريه تحل لكم وحيده حتى هي من الداخل ديال الجبن صراحه اللي جاتها هو غزال وجات بنينه. المليويات هما هادوك مع البيصاره والعصير خلاص ديال البنان و ديال الفريز والتشين كالعاده. مليويات تبارك الله حتى هما جاوا مورقين وجاو فنين فنين اخوتي ما نعاود لكمش عليهم. المخمر الصراحه كان باقي لي من البارح، سخنت لهم حطيت لهم واحد جوج الحبات الشباكيات التمر وشويه ديال سلو. والبيصاره اللي جات حتى هي ديال الفول والباكاسي جات بنينه ما شهيتكم فيها الصراحه جات غزاله. وكنتمنى اخوتي يعجبكم يعني المليويات والفطير اللي شاركت معكم النهار اليوم اللي بسيط صراحه الله وكيجي بنين بنين اخوتي وفي متناول الجميع، واللي تفرحوا به الاسره ديالكم وليداتكم بطبيعه الحال. انا فقط الوليدات كلاو صراحه العصير وديك المليويات هما اللي كلاو. وشكرا لكم اخوتي، الى فيديو قادم ان شاء الله.